بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طلابنا الأعزاء، إن شاء الله اليوم راح نشرح محاضرة المايترال فالف برولابس. طبعا بالمحاضرات السابقة شرحنا سابقا، هذه تعتبر المحاضرة الخامسة. بمحاضرة المقدمة، وهي بعنوان البيسك انفورميشن اباوت فالفيولر هارت ديزيز. هذا المحاضرة أنصح شكو طالب يريد يفهم محاضرات الفالفيولر هارت ديزيز يروح يتابع هذا المحاضرة موجودة بالقناة. هذا المحاضرة شارح بيها كل البيسك أناتومي فيسيولوجي باثولوجي عن الفالفيولر هارت ديزيز، وكلش مهمة، وحتى الاسكلتيشن وحتى المرمرات شارح بيها. فمحاضرة كلش مهمة. قبل لا تدخل لهاي المحاضرات اتابع ذيك المحاضرة، ثم ادخل الى هذه المحاضرات. وايضا شرحنا لما دخلنا بعد ما كملنا المقدمة، دخلنا بالمحاضرة الاولى. المحاضرة الاولى كانت مايترال ستينوسيس، تمام. والمحاضرة الثانية كانت مايترال ريجورجيتيشن، تمام. زين، المحاضرة الثالثة كانت اورتيك ستينوسيس، المحاضرة الرابعة كانت أورتيك ريجورجيتيشن، وأيضا بها أخذنا بها بالمحاضرة الرابعة أخذنا ترايكاسبي ستينوسيس، ترايكاسبي ريجورجيتيشن، وبالماني ستينوسيس وبالماني ريجورجيتيشن بشكل سريع أخذناهن. وهي أيضا لأنه إحنا بشكل لأنه بتركيزنا على اللفت أكثر شيء، وبعدها ندخل للرايت، تمام. فلذلك يا اخوان، هذا هو ترتيب المحاضرات حتى انت تصلك المعلومات بشكل مرتب وتقدر تفرق وتميز، لانه الفالفيولر هارت ديزيز اكو بيها شغلات لازم تميزها، اكو شغلات يعني لازم تفهمها، اكو شغلات لازم تحفظها والى اخره. فانت لازم تدرس الفالفيولر هارت ديزيز بهذه الطريقه اللي مشروحه بهذه القناه، فانت تكون هيك مسيطر على الوضعيه بشكل كامل ان شاء الله، تكون مضبط الموضوع بنسبه 100% ان شاء الله، خلينا نقول 99%، تمام، تكون بالضبط بنسبة 99%. زين، وإن شاء الله إن شاء الله ما قصرنا بالشرح. فنبدي وياكم بمحاضرة المايترال فالف برولابس. إذا سمعان يقول لك تهدل الصمام. زين، تهدل الصمام طلاب له اسمين، أكو ناس سميه بارلا سيندروم، لو بعد تسمع يقول لك مثلا يذكر لك أثناء الشرح بارلا سيندروم، فيقصد بها مايترال فالف برولابس، تمام. اكو ناس يذكر لك اياها فلوبي مايترال فالف، تمام. فهي اما انه بارلو سيندروم او فلوبي مايترال فالف، تمام. زين، اما انه او يقول لك سببه اما انه تكون الليفلتس او الكسبس تكون طويله، تمام، فمن ترجع هيك طويله يعني، تمام. اول الكوردة تندل تكون طويله، تمام، الكوردة تندل لازم يكون طولها مناسب حتى تسد تقفل. وكذلك ايضا ممكن يكون خلل بالكونتراكشن مال البابيلاري مسل، نوبات اكو خلل بالكونتراكشن مال البابيلاري مسل، فايضا تسبب لنا مشكله. او نوبات يقول لك ميبي اسوشيتد وذ ذا ماكسوميتس ديجنريشن، يعني نوبات يكون ايضا مع الماكسوميتس ديجنريشن، تمام، مايتر فالف فليتس. زين، فهذه كلها يعني مفهوم ان شاء الله. اذا اسمه الاخر مايتر فالف برولابس، بارلا سيندروم، فلوبي مايتر فالف. كذلك ايضا شنو السبب ماله؟ ما انه mitral valve leaflets large او يكون عندي abnormal، يعني ما متناسقه الكوردة تندين، طولها ما متناسقه، او يكون عندي خلل بالبابيلاري مسل، اما انه اسكيميا او بالكونتراكشن مالتها. زين، انه يقول لك ايضا maybe associated with the maximatus degeneration، يعني خلل بالماكسيماتس degeneration للمايترال فالف leaflets. زين، بالنسبة للمايترال فالف برولابس نجي ناخذ انه هنا معلومات سريعة، يعني اكثر شيء بالومان، يونغ وومان، بالفتيات يونغ وومان، وكذلك ايضا فاميليال انسيدنس، يعني له شغلة بالوراثة وراثيا. زين، بالاضافة الى ذلك انه يقول لك الكاوز از انون، اسبابه ما معروفة، لكن ممكن يقول لك انه اسوشيتد، يعني له صلة بالكونكتيف تيشيو ديسوردر، مثل مارفان سيندروم، ايرزانن سيندروم، كذلك ايضا عندي سيدوكزانثوما. زين، سيدوكزانثوما، اذا يقول هو اكثر شيء وين؟ باليونغ وومن. زين، يونغ وومن، فاميليال انسيدنس،
سبب ما معروفه لكن ممكن إلو يقول لك انهم اسيت وذا كونكتيف تيشو تستخدم مثل مارفان سيندروم اهلس دان سيندروم سيتو كزانثوما. زين السبتمس الاعراض ماله نوبات يكون اسايمبتومك تمام او يكون اتيبيكال تشيست بين يعني الم بالصدر. شخصنا كل انواع لا انجا لا عنده كوروني ارتي ديزيز لا عنده الصمامات الاخرى فنخلي ببالنا يعني الصمامات الاخرى معروفه اعراضها اذا ما موجود بالاعراض مع الصمامات الاخرى فنخلي ببالنا انه عنده مايترال فاف برولابس تمام. كذلك ايضا ممكن يكون عنده خفقان راح يصير عنده ايضا من ضمن اعراض المايترال فاف برولابس ويعني هذه اعراض بسيطه يعني. زين اهم شيء بالمرمرات ماله تكون ميد سيستوليك ليك او ليس سيستوليك مرمر ميد سيستوليك ليك او ليس سيستوليك مرمر تمام ميد سيستوليك ليك او ليس سيستوليك مرمر زين الدايجنوز عن طريق الايكوكارديوغرافي. زين يقول لك البروجنوز ماله جيد ونوبات اصلا بعض المرضى ما يحتاجون علاج الا اذا يصير سيفير. زين نجي للترايكاسبيد ستينوسيس. زين نجي للترايكاسبيد ستينوسيس. الترايكاسبيد ستينوسيس والترايكاسبيد ريجورجيتيشن بالنسبه عندي الترايكاسبيد ستينوسيس مثل ما اخذنا سابقا بالمحاضره الرابعه هنا راح نعيده ايضا وشوي نضيف عليه معلومات. ترايكاسبيد ستينوسيس عندي ريوماتيك فيفر كاسيان سيندروم تمام ريوماتيك فيفر كاسيان سيندروم. بالنسبه للترايكاسبيد ريجورجيتيشن عندي برايمري وسيكندري برايمري وسيكندري. البرايمري خلل بالصمام سيكندري الخلل بوظيفه الصمام برايمري سيكندري. برايمري ريوماتيك فيفر كارسيون سيندروم انفكتيف اندوكاردايتس ابشتاين كونجنيتال انومالي. سيكندري رايت فينتريكولار فيلر رايت فينتريكولار انفاركشن بالمري هايبرتنشن تمام بالمري هايبرتنشن. يقول ذا موست كومن كاز اوف ذا ذا موست كومن كاز اوف ذا تراكاسبيد ريجورجيتيشن سيكندري تو ذا رايت فينتريكولار دايليتيشن. The most common cause of the tricuspid regurgitation is secondary to the right ventricular dilatation. هذا مهم جدا دائما يجي MCQات. زين يقول لك the most common cause of the tricuspid regurgitation is secondary to the right ventricular dilatation. زين مثل ما قلت لك الكاوزس ريوماتيك فيفر كاسيان سيندروم تمام تراكاسبيد ستينوسيس. كذلك ايضا تراكاسبيد فالف ستينوسيس increased right arterial pressure تمام. ليش رايت اتريوم بريشر؟ لان هذا دحين شوف هذا عندي الرايت فينتريكل وهذا عندي الرايت اتريوم فهذا بتضيق فالدم راح يتجمع هنا فيصير به زياده الضغط داخله يزيد تمام فراح يزيد عنده بريشر تمام بالتالي راح يقلل لي الكارديك اوتبوت راح يقل تمام. السيستميك فينوس كونجستشن ليش يصير؟ لان الدم هذا الرايت اتريوم وهذا الرايت فينتريكل الدم يرجع منه اصلا هو ما جاي يعبر فيجمع هنا يجمع هنا ثم يرجع الى الجسم فبالتالي راح يتجمع بالاوعيه الدمويه بالفينس راح يصير عندي سيستميك فينوس كونجستشن هيباتوميجالي تمام هيباتوميجالي والسايتس زين وإديما زين. اذا احنا تم اطول وياكم نعيد اسباب لانها جدا جدا مهمه ودائما الاسئله تجي من عندها. تراكاسبيد ستينوسيس شنو اسبابها؟ ريوماتيك فيفر كاسيان سيندروم تراكاسبيد ريجورجيتيشن عندي برايمري وسيكندري البرايمري ريوماتيك فيفر كارسينو سيندروم انفكتيف اندوكاردايتس ريوماتيك فيفر كاسيان سيندروم ايبشتاين كونجنيتال انومالي اما بالنسبه للسيكندري طلاب السيكندري شنو عندي؟ اللي هي رايت فينتريكولار فيلر رايت فينتريكولار انفاركشن رايت فينتريكولار سيكندري رايت فينتريكولار فيلر رايت فينتريكولار انفاركشن بالمري هايبرتنشن ويقول لك ايضا ذا موست كومن كاوز اوف ذا رايت فينتريكولار فيلر از سيكندري تو ذا رايت فينتريكولار دايليتيشن. اذا ذا موست كومن كاوز اوف ذا تراكاسبيد ريجورجيتيشن از سيكندري تو ذا رايت فينتريكولار دايليتيشن زين نجي ايضا من ضمن السيبتومز يقول لك بيش اوف ذا تراكاسبيد ستينوسيس ليفت سايد هارت فيلر يعني يقول لك انه التراكاسبيد ستينوسيس ممكن بسبب الليفت سايد ريوماتيك فالف يعني المعلومه شويه ضعيفه يعني. المهم تراكاسبيد ستينوسيس بشنو يتميز؟ يتميز بالرايت هارت فيلر. يابا ليش رايت هارت فيلر؟
ليش رايت هارت فيلر؟ لانه شوف هذا راح يصير تجمع بالدم بالرايت اتريوم ثم الرايت فينتريكل يجمع في سيربي دايليتيشن ثم هايبرتروفي وبالتالي يمر بحاله الهارت فيلر. تمام. الكومبلاين فاتيك ايضا لما جاي يصل دم للجسم زين بسبب يعني الدم راح يرجع على الجسم زين راح يرجع على الجسم من الرايت لان ما راح يدخل اصلا للرايت فينتريكل قليل يدخل فبالتالي ما راح يروح للرئوي يحمل اكسجين فبالتالي ما راح يصل للجسم او العضلات دم كافي فيصير بيها فتيك لك ايديما ابدومينال بين هيباتوميجالي اند ابدومينال ديستنشن اسايتس راح يصير بريفيرال ايديما ايضا زين الساينات ماله وهي جدا مهمه ترايكاسبي ستينوسيس اي ويف راح نشوفها هذه جدا مهمه اي ويف كذلك اذا راح اشوف قلت لك هيباتوميجالي ابدومينال اسايتس وديبندنت ايديما زين هنا عندي الاسايتس بريفيرال ايديما راح نشوف عنده اذا راح اشوف عنده اتريال فايبريليشن راح اشوف عنده اوبننج سناب من نشوف عنده اوبننج سناب او المايترال ستينوسيس والنوب شنو ابو منو ابو الترايكاسبيد ستينوسيس ايش راح نشوف عنده اوبننج سناب المرمرات ايش راح نشوف عنده ميد دايستوليك مرمر تمام زين ميد دايستوليك مرمر زين بالنسبه لل الدايجنوزس قبل ان ندخل دايجنوزس اكو عندنا اهم شيء عندنا طلاب اركز واعيد واكرر اهم شيء عندنا الكاوزس تمام الترايكاسبيد ستينوسس قلت لك الريوماتيك فيفر كاسيان سيندروم ترايكاسبيد ريجورجيتيشن عندي برايمري وسيكندري برايمري وسيكندري البرايمري ريوماتيك فيفر كارسينوس سيندروم انفكتيف اندوكاردايتس بشتاين كونجينيتال انومالي تمام السيكندري رايت فينتيكولار فيلر رايت فينتيكولار انفاركشن بالمري هايبرتنشن وايضا قلت لك ذا موست كومن كاز اوف ذا ترايكاسبيد ريجورجيتيشن السيكندري تو ذا رايت فينتيكولار دايليتيشن السيكندري تو ذا رايت فينتيكولار دايليتيشن زين بالنسبه نجي للدايجنوزيس طلاب عندنا مثل ما نعرف انه اي سي جي تشست اكس راي اي سي جي ايكو كارديوغرافي وكارديو كاثيترايزيشن الاي سي جي راح نشوف بها اتريال فايبريليشن رايت اتريوم ممكن انلارجمنت التشست اكس راي راح نشوف عنده الكارديوميجالي ممكن ايكو كارديوغرافي هي كونفيرم متاكد من عنده لان هو ايكو كارديوغرافي ذا جولد ستاندرد تمام التريتمنت العلاج ماله اذا شفنا فلود كونجستشن ان نعطي دايريتكس مثلا عندي فيوروسيمايد تورسيمايد وبيوماتانيد لكن عندنا تورسيمايد وبيوماتانيد افضل من الفيوروسيمايد تمام كذلك ايضا عندنا الالدوستيرون انتاغونيستس ممكن ايضا نعطي من تخلص من الاسايتس وكذا البالون فالفيولوبلاستي ممكن نحتاجها ندخل البالون طبعا هنا هذا هو هنا اكو خطا بالصوره فهنا هو ندخل البالون ثم ننفخه فراح طبعا هذا يعني جهاز خاص هو فندخل البالون ننفخه فيصير بيه التوسع شويه والى اخره زين ممكن بالون فالفيولوبلاستي اذا كان عنده ايزولي يعني بس عنده ترايكاسبيد ستينوسيس يعني ما عنده مرض اخر وياه زين او ما عنده خلل بصمام اخر وياه زين فما يحتاج نفتح القلب وكذا عمليه كبرى والى اخره زين ندخل له بالون وننفخه كذا زين يعني يقول لك اذا سوينا يحتاج عمليه فنعالج الصمام ترايكاسبيد بطريقنا زين يقول لك ايضا بالترايكاسبيد فالف ريبليسمنت نخلي له بايولوجيكال فالف ليش نخلي له بايولوجيكال فالف وما نخلي له ميكانيكال فالف نخلي له بايولوجيكال او حتى يكون اداء البايولوجيكال فالف افضل من الميكانيكال فالف بالترايكاسبيد سينوس لان الرايت سايد اوف ذا هارت او تحديدا الترايكاسبيد يكون اكثر عرضه للدم لانه يعني الدم جايني من السوبريوم فيري فينا كيف يتعرض الترايكاسبيد مباشره يتعرض لهذا الدم وهذا الدم على الاغلب يحتوي على الثرومبس تمام فبالتالي والميكانيكال فالف هو اصلا محطه للثرومبوسيس
فلما يجي هذا الثرومبوس فراح يكون يعني عرضه للثرومبو امبولزم، عرضه للثرومبو امبولزم. لذلك انا استبعد الميكانيكال فالف وافضل البيولوجيكال فالف، لان البيولوجيكال فالف يعني يكون اقل لتجميع الثرومبوسز والامبولزم، تمام. بينما الميكانيكال فلا، اكثر عرضه للثرومبوسز. زين، بالنسبه للترايكاسبيد ريجورجيتيشن مثل ما ذكرت لك انه عندي برايمري وسيكندري. البرايمري ريوماتيك فيفر كارسينو سيندروم انفكتيف انتوكارديتس بشتاين كونجنتال انومالي. سيكندري رايت فنتيكولار فيلر، رايت فنتيكولار انفاركشن، بالمناري هايبرتنشن. و ايضا عند الملاحظه اللي لا تنسونها ابد، اللي هي ذا موست كومن كاز اوف ذا ترايكاسبيد ريجورجيتيشن، ذا موست كومن كاز اوف ذا ترايكاسبيد ريجورجيتيشن از سيكندري تو ذا رايت فنتيكولار دايليتيشن، از سيكندري تو ذا رايت فنتيكولار دايليتيشن، از سيكندري تو ذا رايت فنتيكولار دايليتيشن. تمام، زين، نجي للسيمبتومز. عندي ويكنس اند تايردنس، ريديوس كارديك اوتبوت اكيد، يعني لانه الدم جاي يرجع ويروح لي للجسم، يرجع لي المنطقة اليمنى، فبالتالي ما جاي يطلع، ما راح يروح للرئة ولا راح يروح للليفت سايد، فبالتالي لو كارديك اوتبوت. ابدومينال بين ايضا بسبب الهيباتوميجالي، السايتس، بيريفيرال ايديما. زين، الفي ويف بالترايكاسبيد ستينوسيس، بينما الاي ويف بالترايكاسبيد ريجورجيتيشن. الفي ويف بينما الاي ويف بالترايكاسبيد ستينوسيس وبالبلمونري ستينوسيس. تمام، البلساتايل ليفر. زين، البلساتايل ليفر، نعم. وايضا عندنا الساينات، الترايكاسبيد ريجورجيتيشن، بانسيستوليك مرمر. تمام، اتريال فايبريليشن ممكن اشوفه، تمام، لان عندي الرايت اتريوم راح ينفخ او ما راح ينفخ، راح يصير بيدايليتيشن توسع، فبالتالي هذا التوسع ممكن يخربط لك الكهربائيه مال الرايت اتريوم فيؤدي الى اتريال فايبريليشن. تمام، وايضا الكارفالو ساين هي من مميزات الترايكاسبيد ريجورجيتيشن. زين، هنا عندي جوكيلار بين، ومثل ما قلت لك في ويف، اتريال فايبريليشن، رايت فنتيكولار هيب، يسمونها باراستيرنال هيب. تمام، وبانسيستوليك مرمر، اي سي جي اتريال فايبريليشن، انلارجمنت رايت اتريوم، ايكوكارديوغرافي ايضا هي. وبالاضافه الى ذلك ممكن نشوف بالاندوكاردايتس، شوف فيجيتيشنز. زين، بالاضافه لذلك من ضمن المانجمنت ممكن انه نعطي انترافينوس دايريتكس، مثلا تورسيمايد وبيوميتانيد. تمام، الدوستيرون انتاغونيسيس. تمام، حلمود هذه العمود الاسايتس. تمام، للاسايتس هذه نعالج بها الاسايتس. زين، يعني ممكن نعم نعطي انتيبايوتيك ثيرابي وسيرجيكال ريموفال. زين، يقول لك ايضا المريض اللي عنده ريوماتيك دمج ممكن يحتاج الى ترايكاسبيد فالف ريبليسمنت. اللي عنده شنو؟ اللي عنده ريوماتيك فيفر، يعني يحتاج الى ترايكاسبيد فالف ريبليسمنت. وانا برايي دائما من يجيك المريض وعنده اعراض مباشرة، من يجيك مريض وعنده أعراض وهو عنده valvular heart disease، أي valve بالقلب، خليها قاعدة ببالك، مباشرة بدل له صمام وخلاص، tricuspid valve replacement. زين، نجي للبلمونري ستينوسس. البلمونري ستينوسس عندي congenital وacquired، congenital وacquired. الكونجينيتال عندي فالوتس تيترولوجي وكونجينيتال روبيلا سيندروم، congenital روبيلا سيندروم. أما بالنسبة للacquired، ريوماتيك فيفر كارسينو سيندروم، ريوماتيك فيفر كارسينو سيندروم. تمام، ريوماتيك فيفر وكارسينو سيندروم، ريوماتيك فيفر وكارسينو سيندروم. زين،
بالنسبة لي البلمنري جوشتيشن مثل ما حكينا بلمنري هايبرتنشن هي the most common cause of the pulmonary جوشتيشن pulmonary hypertension. زين بالنسبة للبلمنري ستينوس البلمنري ستينوس عندي فالفيلر سب فالفيلر وسوبرا فالفيلر. زين يكون في بعض الأحيان أنه يكون أسايم بتوماتيك تمام. البلمنري ستينوس يكون عنده فتيج ساين كاب ممكن رايت هارت فيلر يعني. زين بالبلمنري ستينوس راح نشوف الفي ويف. زين عفوا الاي ويف بالبلمنري ستينوس راح نشوف عنده الاي ويف. زين وايضا بالترايكاسبي ستينوس اي ويف ترايكاسبي ريجورجيتيشن في ويف. زين ايضا راح نشوف وايد سبليتنج حكيناها بمحاضرة ماذا وايد سبليتنج حكيناها بمحاضرة بالمقدمة مهم جدا ان تعرف المرمرات تابع المقدمة. زين حكيت لك عليها بالبيسك انفورميشن بعنوان محاضرة بعنوان البيسك انفورميشن تلقاها بالقناة. زين ايضا عندنا ممكن راح يكون ايضا سوفت وايضا حكينا عليها هذا ليش هو سوفت. زين بالبلمنري ستينوسس راح يكون الاس 2 سوفت ليش بالبلمنري ستينوسس بلمنري ريجورجيتيشن وأورتيك ستينوس أورتيك ريجورجيتيشن الاس 2 راح يكون سوفت. زين ليش ما ليش ارجع المحاضرة حتى تعرف. زين ايضا راح يكون سيستوليك ثريل سيستوليك ايجكشن مرمر راح نسمع ايضا سيستوليك ايجكشن مرمر المرمر بالنسبه للبلمنري ستينوس سيستوليك ايجكشن مرمر هو والاورتيك ستينوسس تمام باراستيرنال هيف ديو تو رايت فنتريكل هايبرتروفي ايجكشن سيستوليك مرمر ايجكشن كليك سبليت هارت ساوند سوفت بي 2 ايجكشن ستوريك مرمر تمام بالنسبه للمرمرات. زين الاي سي جي رايت اتريال اندرويد فنتيكولا هايبرتروفي تشيست اكس راي بوست نيوتيك دايليتيشن ان ذا بلمنري ارتري وايكو كارديوغرافي. زين مايل تو مودريت بالنسبه للمانجمنت المايل تو مودريت ايزوليتد بلمنري ستينوسيس ما يعني ما يحتاج علاج نوبات يعني شويه ما يحتاج علاج راحه كذا والى اخره. زين اما بالنسبه للسيفير لا والله نحتاج ممكن بيريكوتانس بالون فالفوبلاستي او سيرجيكال فالفوتومي يعني تبديل صمام سيرجيكال فالفوتومي. اما بالنسبه للبلمنري ريجورجيتيشن عندنا بلمنري هايبرتنشن يقول لك انه ايضا فريكوينت فايند نورمال يعني لا شخص طبيعي عادي ايضا موجود عنده شنو بلمنري ريجورجيتيشن وهذا الشيء طبيعي تمام يعني عنده طبيعي لكن هو اذا كان مايلد. اما اذا كان سيفير فراح تبين عنده البلمنري ريجورجيتيشن. وقلت لك ذا موست كومن كاوز اوف ذا بلمنري ريجورجيتيشن هو عندي شنو بلمنري هايبرتنشن. زين signs and symptoms pulmonary regurgitation early diastolic murmur تمام early diastolic murmur و pulmonary regurgitation is like has no symptoms active is rarely necessary ما يسبب أعراض تمام ما يسبب أعراض. هنا elevated jugular vein pressure atrial fibrillation أو sinus rhythm parasternal heave due to right ventricular hypertrophy due to right ventricular هايبرتروفي تمام بارستينا هيب الساوند المرمرات ايرلي دايستوليك مرمر تمام مرمرات ايرلي دايستوليك مرمر. زين بروستاتيك فالفس صمامات الصناعيه ميكانيكال عندي بايولوجيكال عندي شكل واحد من البول ان كيج اللي هو هذا تيلتنج سنجل ديسك اللي هو هذا تيلتنج بايليفليت فالفز اللي هو هذا تمام all generate يعني كلهم يسوون صوت كلهم ينطون صوت وكلهم يحتاجون الى long term anticoagulation تمام كذلك ايضا انه بالنسبه للميكانيكال فالف more durable valve يعني هي شلون احكي لك اكثر متانه من البيولوجيكال فالف. البيولوجيكال فالف هي مثلا اللوغرافت فالف يعني من شخص متبرع يعني هو متوفي وياخذون من عنده الصمام او بيج تمام بيج اللي هو خنزير او مونكي في بعض الاحيان يذكرون يعني ايضا
تمام. فالبيك اور اللوغريفت فالفس دي جنريت نورمال هاسون، يعني تنتج بالنسبه للبايولوجيكال فالفس تنتج صوت طبيعي، تمام صوت طبيعي يعني ما تطلع اصوات مثل الميكانيكال، تمام. البايولوجيكال فالف من مميزاته انه ما تحتاج لونج تيرم انتيكواجوليشن، تمام. وبالاضافه الى ذلك الى انه البيولوجيكال فالف less durable than the mechanical valve، يعني الميكانيكال فالف اقوى واكثر متانه من البيولوجيكال فالف. لكن البيولوجيكال فالف دائما في الاورتيك بوزيشن اولدر بيشنتس اوفر 65 ايرز، هذا يعني 65 سنه وفوق، هذا نخلي له بيولوجيكال فالف، تمام. يفضل انه بيولوجيكال فالف يعني اورتيك بوزيشن مثلا اورتيك فالف ريبليسمنت، تمام. اولدر بيشنت اوفر 65 ايرز، اولدر بيشنت اوفر 65 ايرز، هذا شنو خليه يخليه بيولوجيكال فالف. وهيك نكون طلاب احنا خلصنا محاضره الخامسه ومن محاضرات الفالفولار هارت ديزيزز، تمام. وان شاء الله نلتقيكم بمحاضرات اخرى ان شاء الله. اتمنى كانت المعلومات وافيه وكافيه في كل المحاضرات، هي كانت 6 محاضرات. المحاضره الاولى كانت المحاضره المقدمه، تمام، بعنوان البيسك انفورميشن اباوت فالفولار هارت ديزيز، وكانت المحاضره بدينا بالمحاضره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه خمسة. الاولى كانت مايترال ستينوسيس، الثانيه كانت مايترال ريجورجيتيشن، الثالثه اورتيك ستينوسيس، الرابعه اورتيك ريجورجيتيشن، والخامسه مايترال فالف برولابس. وايضا اخذنا تراكاسبي ستينوس، تراكاسبي ريجورجيتيشن، بلماني ستينوس، بلماني ريجورجيتيشن، تحدثنا عنها بالمحاضره الرابعه والخامسه. وبذلك نكون احنا غطينا كل الفالفولار هارت ديزيزز، اخذنا المرمرات وفصلنا المحاضرات بشكل كامل، ما خلينا اي جزء منها، تمام، ما خلينا اي جزء منها من ناحيه فيسيولوجي، باثولوجي، اناتومي، وامبريولوجي ايضا شويه اخذنا، زين. ودخلناكم ايضا بالباطنيه واخذنا الساينات والانفستيجيشنز والى اخره، وان شاء الله اتمنى كانت المحاضرات وافيه وكافيه. ونلتقيكم ان شاء الله بمحاضرات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.